عليهم ايكويشن وعرفنا ليه احنا قلنا ان احد وسائل حساب الديفورميشن في السبرينجز نتيجه الفورسز اللي ابلايد عليها او نتيجه الستريسز اللي موجوده عندي على البيم او على الاستراكشر بتاعي. وقلنا ان احنا احد الفوائد الدايركت امباكت او دايركت بنفيت منها ان احنا نقدر نحسب السبرينج كونستنت. لو احنا فاكرين ان احنا كنا بنتكلم على السكند اوردر سيستم از مين سيستم عندنا. فالسكند اوردر سيستم بيبقى فيه 3 مين كومبوننتس، حاجه اسمها السبرينج كونستنت او سبرينج فورس، في جزء منه حاجه اسمها دامبنج فورس، في حاجه اسمها انيرشال فورس، واخيرا في اكسترنال فورس. السبرينج فورس احنا لحد ما عرفنا نحسب الكي، قلنا احد وسائل ان احنا نحسب بيها ان احنا ناخد سمبل كيس ممكن نتاكد منها ان الفاينايت ايلمنت سيميوليشن بتاعتنا مظبوطه، وبعد كده نقدر ايه نستخدم الفاينايت ايلمنت سيميوليشن تو كاركترايز السبرينج. خلصنا الكلام ده وجبنا الاكويفلنت كي، يبقى محتاجين ان احنا يبقى عندنا وسيله ان احنا استيميت الدامبنج. طبعا الانيشال ماس عن طريق ان احنا نجيب الماس دي عادي، والاكسترنال فورس اللي هي الاكويشن لو في اكويشن. النهارده هنتكلم على الدامبنج فورس دورها ايه وازاي نقدر نعمل لها استيميشن، وايه اسباب الدامبنج دي الميكانيكال دامبنج عموما، بحيث ان احنا نقدر نعمل انيشال استيميشن. فاحنا الطوب بتاعنا احنا عايزين نعرف ايه هو الدامبنج، ليه الدامبنج مهم، وايه الدامبنج ميكانيزمز المختلفه. طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت او لسه في اول محاضره، ان عندنا السكند اوردر سيستم بتاعنا ده يكون سيستم مشهور جدا، وفي الميكانيكال سيستم ده ايكوفلنت سيستم حاجه اسمها ايه ماس سبرينج دامبر سيستم ام اس دي سيستم. ده سيستم مشهور جدا بيستخدم في حاجات كتيرة أوي أو في موديل سيستمز كتيرة في الميكانيكال سيستم، إن يبقى في عندي إيكوفلنت سبرينج، في عندي إيكوفلنت دامبنج، وفي عندي إيكوفلنت فورس. واضحة النقطة دي ولا لأ؟ الدامبنج عموما ده عبارة عن حاجة اتس ان افكت ريديوس الموشن بتاعنا أو ريديوس الأمبليتيود أوف السوليشن. ممكن يبقى ليه أسباب ميكانيكال أو أسباب أخرى. ممكن يكون إلكتريكال دامبنج في نفس الوقت. إحنا مهتمين إلكتريكال دامبنج، نظام إلكتريكال دامبنج إيه؟ الدامبنج كوفيشن ان هي عباره عن سي على 2 ام اوميجا نوت، حيث الاوميجا نوت هي الناتشرال فريكونسي والام ده الماس بتاعنا. حاجه اسمها كواليتي فاكتور، كواليتي فاكتور دي في الحقيقه ليها تعريفات مختلفه، يعني مش تعريف واحد بس، هي ببساطه الاماونت اوف انرجي ستورد على الانرجي توتال انرجي او الانرجي ديسيبيتد، ففي علاقه بين الاثنين. في حالتنا احنا لو احنا قلبنا اللامبد موديل اللي احنا حطيناه من شويه، هي بتبقى عباره عن 1 على 2 زيتا او 1 على 2 الدامبنج ريشيو، تمام؟ الحاجه المهمه بقى ودي اللي هي، طب احنا لما يكون عندنا كذا سورس اوف دامبنج او كذا سورس اوف لوسنج كذا سورس اوف لوسز، الكلام ده بيظهر ازاي؟ ان احنا في الحقيقه بنجمع اللوسز دي. طبعا احنا عاملين فرض مهم جدا ان اللوسز دي بنسميها فيسكاس لوسز. ايه هي الفيسكاس لوسز؟ لو لاحظنا هنا ال الترم بتاع الدامبنج ده عباره عن سي في اكس لوب، ان احنا بنعتبر ان اللوسز از بروبورشنال للبوست، كل ما تزيد البوست كل ما تزيد اللوس. اوكي، كلام الاسامبشن ده مش صح في الحقيقه، مش كل انواع اللوسز بتبقى فيسكاس تايب، في انواع بتبقى حاجه اسمها كولوم دارك تايب اللي هي زي الفريكشن اللي هي بتبقى قيمه معينه. فاحنا بس دي كومبليكيشن في السيستم احنا مش مهتمين بيها قوي، فهنسيوم ان معظم اللوز بتاعتنا
من النوع اللي هو اسمه فيسكاس تايب. الدكتور هو فيكشن مش فيكشن في الديسكرو يعني؟ لا في الدايركشن بتاع الديسكرو لكن مش في انتوديكشن. فبما ان احنا بنعمل الكلام ده في الحقيقه ان احنا عندنا كذا سورس اوف دامبنج فبجمع السورسز المختلفه اللي هي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 زائد 3 سي ان او تي. برضه مع بالنسبه للكومبيتيشن في بعض الاحيان الناس بتستخدموا سي وفي ناس بتستخدموا بي عشان بس الناس ما تتلخبطش وفي ناس ساعات بتستخدموا جار فدي ديفرنت كومبيتيشن. فاكوردنجلي لو احنا عملنا السي هاد الكواليتي فاكتور بتاعتنا بتبقى كانها واحد على الكواليتي فاكتور بتساوي السبمشن بتاع الانفرس كواليتي فاكتور نتيجه السورس المختلفه. اوكي يعني كانها زي السيرس والبارالل ايه كومباينيشن. ده بيقول الاتي ان بيقول ان كل ما الدمبنج بيزيد بتاع سيستم من السيستمز تاثيره على الكواليتي فاكتور بيزيد. يعني لو في عندنا سورس اوف دامبنج دوميننت يبقى الكواليتي فاكتور نتيجه هو نتيجه الدوميننت دامبنج سورس ده هي الايكويفالنت كواليتي فاكتور. واضحه النقطه دي ولا لا؟ هافينج سي سو يبقى احنا لازم نشوف الايفكت بتاع الدامبنج. ايه اهميه الدامبنج ده؟ في الحقيقه الدامبنج ده بيحدد لي شكل الريسبونس بتاع السيستم. ان اكوردنج للدامبنج ريشيو دي يبقى في عندنا حاجه اسمها اندر دامبنج او اوفر دامبنج او كريتيكال دامبنج على حسب قيمه الزيت. لو الزيت اصغر بكتير من واحد او اصغر من واحد او من صفر لواحد بنسمي السيستم ده اندر دامبنج. لو هي اكتر من واحد بنسميه اوفر دامبنج. لو هي بتساوي واحد بنسميها كريتيكال دامبنج. واكوردنجلي الريسبونس بتاعنا بيختلف سواء ستيب ريسبونس اوفر شوت والحاجات دي كلها بتختلف سيتلينج تايم كل الحاجات دي بتتأثر عندنا. الكلام ده خدناه في الشيت شويه اول شيت فاتكلمنا عن الموضوع. طيب احنا عايزين السيستم يبقى ايه اوفر دامبد ولا اندر دامبد؟ يعني الميم سيستم بتاعنا يبقى اوفر دامبد ولا اندر دامبد؟ هو في الحقيقه تعتمد على حسب الابلكيشن. لو احنا بنتكلم على سيستم زي الريزونيتورز طبعا احنا عايزين كواليتي فاكتور النص تبقى قليله قوي عايزين الكواليتي فاكتور تبقى كبيره قوي يعني الدامبنج ريشيوز تبقى صغيره الدامبنج كوفيشن صغير. فبنتكلم على اوبريشن بتعادي لو لوس. لو احنا بنتكلم على سيستم زي الاكسلوميتر احنا عايزين سيستم فيري ستيبل ماشي يعني بمعنى ان الريسبونس بتاعه شبه الريسبونس بتاع كريتيكال دامج. بس انا عايز اشتغل على فريكونس معينه عايز يحصل عندها ماكسيمم ايه؟ لا مع الريزونيتور انا مش هعرف فريكونس واحده ليه بيحتاج اوفر دامبنج؟ في نقطه كويسه هو طبعا مع الفريكونسي لو ده الريسبونس بتاعها هتلاقي ان لو دي اوميجا نوت او الاف نوت يعني هتلاقي ان الريسبونس بتاعنا بيطلع عامل ازاي؟ بالشكل ده صح؟ طيب لو كويس فاكتور زادت ايه اللي هيحصل؟ السيستم ده بيطلع اكتر بالشكل ده. طيب لما كويس فاكتور تاني الديك دي هتفضل تفضل لغايه ما تقول في الاخر ان هي تبقى حاجه عامله كده ماشي. في الاكسلومتر انا عايز ايه؟ عايز الريسبونس بتاعي يبقى ثابت وات ايفر الاكسيتيشن از اندبندنت من فريكونسي مظبوط. ليه؟ عشان انا لما اجي اعمل فايبريشن بقيمه معينه ما تبقاش الاوتبوت بتاعي فانكشن في الفايبريشن عند انهي فريكونسي لان ده سنسور مش مفروض دي اس اكسلريشن بغض النظر على الفريكونسي بالظبط. ما انت عايز تقول ان انا لو انا دخلت اكسلريشن ب 1 جي
عند 1 هرتز عايز اطلع ريسبونس صح؟ عايز الريسبونس ده هو هو لو دخلت 1 جي عن 100 هرتز او 1 كي مظبوط؟ فيبقى لازم الريسبونس بتاعي ثابت. هي فريكونسي خط بتاعي هي نفس الخط بس فريكونسي مختلفه. لا ملهاش دعوه انا بخبط نفس ما يمشي يعني انا بخبط اهو هي نفس الخط لو انا عملت بسرعه هي نفس الخطه الامبليتيود واحد لكن الريبيتيشن بتاعه بيختلف ماشي. في الحقيقه ده ايه على سبيل المثال البايب لما بيحصل لها فايبريشن عند فريكونسي معينه تعتمد على حسب طول البايب والحاجات دي كلها. طيب لو انت مثلا بتتكلم عن مايكرويف لما بيشتغل بيعمل فايبريشن مختلفه بفريكونسي كونتنت مختلف ماشي هي مش امبليتيود بس. فانا عشان اقيس الكلام ده لازم اشيل من المعادله الفريكونسي. ما ينفعش الريسبونس بتاعي بتاع السنسور يطلع لي مثلا عند لو هو نفس ال 1 جي يطلع فاليو عند ال 1 هرتز غير الفاليو عند 100 هرتز. ما ينفعش. ما دي احد الحاجات بس المشكله بقى في الموضوع ده ايه؟ كل ما تزود الاف نوت هتلاقي الفاليو دي تنزل. ان الفاليو دي في الحقيقه عباره عن واحد على اف واحد على اف نوت سكوير واحد على اف نوت سكوير في الحقيقه. فكل ما هتزود تبع دي كل ما الايه الامبليتيود ده هينزل بس الستيف بتقل. تمام؟ فالنقطة اللي أنا بقول عليها إيه؟ لو الريسبونس بتاعنا بالشكل ده أنا آسف في حاجة فتلاقي إن الباندويتش في الحالة الأولانية لما يكون الكواليتي فاكتور بتاعتي ما ينفعش أشتغل قبل الليميت ده. ليه؟ لأن هيبتدي يحصل فيه فاريشن مع الفريكونسي. مظبوط؟ لكن لما يكون أوفر دامبل هقدر أشتغل لغاية الليميت ده. اوكي؟ فهي دي النقطة. إن لما يبقى أوفر دامبل بيديني إيه؟ مور روم تو موف. صح؟ بالظبط، دلوقتي بشتغل عند نقطة واحدة. فانا عايز اشتغل عند اللي فوق بس. ده مع الطايم معلش انا. في طرق بس دي طرق بقى كنترول. يعني تغير في الكاركترستيك بتاع السيستم وانت مع الطايم. فدي طرق كنترول بس هو اساسا ليميت بتريد اوف كومبلكستي مع ايه؟ مع ريسبونس تايم. هو الايديا اللي انت عايز تشتغل على كريتيكال ده بس صعب ان انت يعني تظبط الزيتا بواحد ممكن يحصل فيه فاريشن في السلوك. اوكي؟ تعال نشوف ايه هي الدامبنج ميكانيزم او الميكانيكال دامبنج ميكانيزم. عايزين واحد كمان ينام. انت مرشح انت ثالث واحد تنام يعني احنا نايمنا اثنين انت الثالث بس يلا حاجه ده خليك انا صايم مش عاطفي انا عارف عمر بشيل الكلام ده صحيح يا رئيس بشيل الكلام ده
الميكانيزمز دي هتختلف على حسب الرينج اوف اوبريشن وطبيعه الاستراكشر. فهي بتعتمد على الاوبريشن كونديشن بتاعنا عامل ازاي، الانفايرمنت اللي احنا شغالين فيها، وانا بشغله ازاي. انا بشتغل على بريشر عالي، بريشر واطي، الحاجات دي كلها. ممكن في بعض الاحيان زي ما احنا قلنا ان في حاجات تبقى دوميننت عن حاجات ثانيه. مش لازم ان انا لما عندي استراكشر لازم افصصه اجيب كل انواع الدامج اللي ممكن موجوده. لازم افكر شويه في حبه انجينيرنج سنس، وات از ذا دوميننت سورس اوف لوسز على الريك. If I moderate or get an expression break, this is good enough. فاحنا بنتكلم على يعني انا مثلا بحط شغاله عند انهي بريشر؟ مش دي الاوبريتنج كونديشن بتاعتنا؟ لو انا شكلي، لو انا مثلا بحط ريليز هوز ولا لا، مثلا على سبيل المثال شكل استراكشر. طيب دامج سورسز هتلاقي ان هو ممكن نقسمهم لثلاث انواع اساسيه، حاجه اسمها انترنسيك لوسز، حاجه اسمها انكر لوسز او ميكانيكال لوسز، في بعض الاحيان بيسموها ستراكشر. وفي نوع تاني اللي هو فلويد دامج لوسز. هما دول اشهر ثلاث انواع موجودين. مين الدوميننت؟ هتلاقي ان احنا بنعتمد على حسب الريجن. لو احنا بنتكلم عن انترنسيك لوسز دي، احنا بنقول دي عاده بتبقى التيميت سورس اوف لوسز، اللي هي لوسز نتيجه الماتيريال، نتيجه الموشن جوه الماتيريال. يعني لو في اتوم جوه، الموشن بتاعتها، الحركه بتاعت الاتومز دي هتاثر لي ازاي على الريسبونس. اوكي، فهي في الحقيقه دي الالتيميت او المينيمم لوسز اللي ممكن تكون موجود، ما اقدرش انزل عنها. وبتبقى فيري سيجنفكت لما نتكلم على بالك ستراكشر مش موفينج ستراكشر. فهو ده الماكسيمم ليميت بتاع الكواليتي فاكتور، يعني هي دي اعلى كواليتي فاكتور ممكن تجيبها، هي نتيجه الايه؟ الانفلونس كوست. واحد اشهر انواع ليها حاجه اسمها ثيرمولاستيك كوست، هي دي الايه؟ السيلينج بتاعت الكوست عندنا، ان هي نتيجه الموشن او نتيجه الاستريس اللي بيحصل في الماتيريال نتيجه حركه الاتموس. بتعتمد طبعا على التمبريتشر، بتعتمد على الفريكونسي، الاوبريشن فريكونسي، بتعتمد على المود، شكل الحركه. في حاجه احنا ما اتكلمناش عنها لما بنتكلم عن الميكانيكال موشن، حاجه اسمها المود بتاعنا، الفايبريشن مود. في بعض الاحيان بيبقى عندي ديفرنت ايجن فاليوز للسيستم. اسمع حاجه اسمها ايجن فاليوز؟ ايه؟ في الماس بس معناها في الماس بس معناها ما تعرفش تحلو. خلينا نفضلها وقت تاني، يعني عشان كده مش الموضوع شكله كده سيء السرعه يعني. فايبريشن مود بس ببساطه كده هي شكل الحركه. يعني لما يحصل فيه مثلا ايد ممكن بيبن بالشكل ده. ده شكل حركه. ممكن في مود تاني ان هو بيبن ايه سكند تو فاريشن، يعني بدل ما هو بيبند بس كده بالشكل ده ممكن يبند بالشكل ده. بالظبط، كل واحد يبقى ليه كواليتي فاكتور مختلفة، وكل واحد يبقى ليه كواليتي مختلفة. بس هو السؤال، أنا لما أجي أعمل اكسيتيشن ده اللي هيطلع لي ولا ده اللي هيطلع لي؟ حسب نيشا كونديشن أو طريقة الاكسيتيشن. بالظبط، زي المايك ويف فاكرين؟ اللي هي تي اي تي 1 0 مود والحاجات دي وتي ام، أنا اللي بيطلع على حسب شكل الاكسيتيشن. حسب التردد؟ لا على حسب التردد. ماشي، ما هو الاثنين. خلي بالك هنا بقى حاجتين، التردد وشكل السيتيشن. ايوه، ممكن لو حاجه تتحرك مثلا حصل فيها شورت او حاجه، كلام جميل. لو حصل امباس ريسبونس فيها عاده بتطلع
بتطلع حاجه اسمها الفاندمنتال مود ما لم يكن هناك نان نيرال. يعني انت لو جبت مثلا بيم وخبطته هيطلع انهي مود؟ هيطلع اول واحد الا اذا كانت خبطه جامده قوي فيحصل فيه حاجه اسمها مودال انتر اكشن. يطلع المود ده وجزء من الانرجي تروح للمود الثاني والثالث مثلا. وقد ايه الانرجي هتروح للمود الثاني والثالث على حسب الانرجي اللي انت عملت بيها ايه؟ اكسيتيشن. انت عايز تروح لو عملت اكسيت كل المود اللي عندك؟ طيب بيكسيد الفاندمنتال مش اول واحد بس ما هو ده الفاندمنتال كل الموديلات اللي بتتحرك فيه مش هو ده الفاندمنتال. الموديل ده طيب دي سي فريكونسي وكل فريكونسي هتروح نفس المفروض اللي فالي في مودز ايوه المفروض ان بعد كده اللي هيبقى خلي بالك في باوندري كونديشن ما تقدرش تقول ان انت مثلا في حاله البيم الباوندري كونديشن بتاعتك مهمه. يعني الكلام جميل هتكسايد عند كل الفريكونسي بس مفيش المود اللي هيستجيب اللي هو الباوندري كونديشن بتاعته تسمع. ماشي؟ يعني لو في كذا مود ليه نفس الباوندري كونديشن هتطلع كل المود انا معاك. لكن لو هو يعني مود واحد بس اللي ليه باوندري كونديشن دي يبقى الباوندري كونديشن دي مش هتطلع الا المود. لو انا دلوقتي مثلا عملت له بريك عند مثلا مود معين غير الفاندمنتال مود ظبطت له الاكسيتيشن تايب بتاعته وظبطت له الانيشال كونديشنز هل ممكن في النص يحصل ان هو يرجع تاني للفاندمنتال؟ لو حصل في حاجه اسمها مود انتر اكشن في نون لينيرتي تنقل من مود للتاني. يعني دي بتحصل ممكن تحصل دي بسبب صدمه او دي ممكن تحصل نتيجه نون لينيرتي في الاستراكشر بتاعك. الاستراكشر مش ايديال زي ما انت حاطه. ماشي؟ يعني مثلا الدمبنج احنا فرضين ان هو عباره عن سي اكس دوت لكن في الحقيقه لو الدمبنج كان عالي قوي ما بقاش سي اكس دوت بقى في مثلا سي اكس دوت سكوير هيبقى في ايه؟ سكوير تيرم فبالتالي يحصل فيه ممكن يطلع لك ديفرنت كومبوننت. واضح انا عايز اقول مثلا على سبيل المثال الكي كي بيقول ان هي كي اكس لو هي كي اكس كيوب او كي اكس سكوير او كي سوري كي 2 اكس سكوير او كي 3 اكس كيوب برضه ده سبب الايه؟ النون لينيرتي يؤدي الى ممكن يحصل مودر انتراكشن. يعني هو كي مثلا طبعا على حسب الكواليتي فاكتور بتاعك. فانت ممكن تلعب في الكواليتي فاكتور ان انت تخلي المود نفسه الكواليتي فاكتور بتاعته قليل. يعني تلعب ممكن تلعب في الاستراكشر بحيث تخلي الكواليتي فاكتور تقل او تقل. يعني مش قوي كده بس يعني ممكن تزود واحده تقل واحده من جهه المبدا يعني. لا برضه نفس النقطه على حسب الباوندري كونديشن بتاعتك. ايوه بس انت خلي بالك لازم تابلاي في النقطه الصح. يعني ما بتحركش في النقطه دي. يعني مثلا الاستراكشر ده المود ده انت بتفترض ان النقطه دي ثابته والنقطه دي ثابته. لو انت بتابلاي الاكسبكتيشن هنا عمر المود ده هيطلع. عمر ما المود ده هيطلع لو انت بتكسايد كده. الريسبونس بتاع ايه؟ شكل المود معناه شكل الديفورميشن بتاع عامل ازاي؟ انا ما بتكلمش عن نقطه هتبص البي نفسه. ماشي بعدين؟ هي ببساطة تاني ان انت محتاج يبقى عندك الفريكونسي شغال عند الفريكونسي اللي موجودة دي والأهم منها ان هي تكون الباوند كونديشن ساتسفاي مود. واضح؟ ممكن نتيجة النون لينيرتي يبقى يبتدي يحصل فيه انتر اكشن يطلع بعض المود وارد مش كده بس مش كله هيطلع في نفس الوقت.
على حسب انهي مود خد جزء من هنا. ماشي؟ الدكتور هو لو ماس المود الانتراكشن هل هي تحتاج نفس المود اللي هو اشتغل منه ولا هيفضلوا كلهم؟ معنى المود الانتراكشن ان هو هيطلع المود بتاعك اللي انت المفروض يطلع وجزء من الانرجي هيطلع في المود الثاني بيبتدي يظهر ليها بكتير. طب مش عايز يعني هيرجع ستيبل ثاني عند مود معين ولا؟ هو يعني ايه قصدك ايه بستيبل؟ يعني هو شغال عند مود دلوقتي معين. اصلا مود الانتراكشن هيدخل كذا مود في بعض الانرجي اتوزعت عليه. هل بعد فتره الانرجي هتكون في مودز معينه ويفضل مود واحد؟ وارد. لا لا يعني هو عاده بتبقى على حسب النان يونيتي دي كانت لحظيه ولا دائمه وكده يعني. فتعتمد على حسب كتير. النان داينامكس دي مش حاجه سهله يعني الاناليس بتاعها مش سهل. فمش يعني مش عايزين نخش في تفصيلات فيها قوي ان الكلام هيبقى كله عايم يعني قوي. بس هي الكونسبت ده اللي انا قصدي عليه. الكونسبت ان المودز دي معناها شكل حركه بباوند كونديشن عند فريكونسي معين. الكواليتي فاكتور بتعتمد عليه. يعني ممكن ديفرنت مودز هاف ديفرنت كواليتي فاكتور. واضحه دي ولا لا؟ اكزامبل مثلا على سبيل المثال للفرنسيك دي احد طبعا الكلام ده لما بنيجي نحط ايكويشنز معينه بتبقى فيري ليميتد. او ليها بعض الاسامبشن اللي احنا بنحطها اللي هي فيها الايكويشن دي از فاليد. يعني على سبيل المثال لو احنا عندنا بي معين الانترنسنج كواليتي فاكتور بتاعتنا بتساوي الاي على ميو اوميجا حيث الميو دي هي الماتيريال فيسكوس والاي ده اللي هو اليانج مودز. نلاحظ حاجه ان لما نضرب الكواليتي فاكتور في الاوميجا يدينا ايه؟ اي على ميو. ليه والميو ده بيختلف على حسب الاستراكشر؟ لا ماتيريال كونستنت. الى حد ما بيبقى في حاجه اسمها كيو اوميجا برودكت او كيو اف برودكت. ده بيبقى ثابت بالنسبه للماتيريال. يعني كل ماتيريال ليها انترنسك كواليتي فاكتور مختلفه. هتلاقي مثلا حاجات بتاعت المعدن هتلاقي ان الكواليتي فاكتور بتاعتها غير حاجات مثلا اللي هي فيسكاس زي البوكس وكده. هتلاقي ان الاف كيو برودكت مختلف. اعلى اف كيو برودكت بيبقى ليه البريتل ماتيريال. يعني تتكلم مثلا حاجه زي السيليكون بيبقى 10 10000 10 تو باور 13 اللي هو البرودكت اف كيو. وعشان كده ان الانترنسك كواليتي فاكتور او الانترنسك لوس هي بتبقى دوميننت في حاله البالك ماتيريال. يعني لو بالك ريزونيتور ممكن توصل للانترنسك لوس بتاعتها اللي يبقى هي الليمت بتاعها. يعني احنا ممكن نوصل هنا لغايه تقريبا كيو اللي هي اف كيو اب تو 10 باور 13. ماشي؟ اللي هو النقطه دي. الحاجه الثانيه ان لو انا مش عندي بالك ستراكشر عندي فليكشر موفمنت يعني زي البيم بيتحرك مش حاجه بالك يبقى اللوسز بتاعتي في الحقيقه الدوميننت مش الانترنسك بتبقى حاجه اسمها الانكل لوسز او الميكانيكال لوسز. برضو من الحاجات اللوسز دي بتبقى عاده سببها ايه؟ الانكل المفروض هو مكان التثبيت. ما ينفعش يبقى نقطه الاستراكشر كده عايم في الهواء لازم يتثبت في نقطه. طيب في بعض الاحيان الفايبريشن انرجي نتيجه الحركه دي بتحصلها ايه؟ بتليك جوه الانكر. بيبقى كانه الانكر كانه سبرينج. فبتبتدي في حركه وفي لوسز. كان الاستراكشر ده مش ثابت كده، لا بيبقى في كان في حركه هنا برضه. طب وكل ما المود يعلى كل ما الانكر لوس تزيد بقى كده. لا يعلى قصدك يبقى على فريكونسي يعني بيعلى طبعا الانكر لوس ممكن تزيد. خلي بالك برضه يعني ايه ده تعتمد على حسب الكونديشن يعني كل ما الفريكونسي تزيد كل ما الانكر لوسز الانترنسك لوسز المفروض الاف كيو ثابت كل ما الاف تزيد كيو تقل. زي الستاندنج ويفز مثلا؟ زي الستاندنج ويفز حاجه شبه كده. هو ليه في الريزونيتور ما فيش انكر يعني مش انكر لوسز زي ما في نفس الانترنسك؟ لا في كل حاجه فيها انكر ممكن يبقى فيها كل الانواع بس الدوميننت هيبقى الانترنسك. ليه بقى؟ ان
ان الماتيريال بالك ماتيريال مفيش حركه تقريبا. اللي بيحصل ان الويف هي اللي بتتحرك، فهي بتتحرك بتلعب في الاتومز، لكن مفيش ميكانيكال موشن، مفيش فليكشر بيحصل له ديفورميشن والحاجات دي. زي كده زي مثلا زي كوارتز، كوارتز ده بيبقى مربع من ماده معينه، الويف بتمشي جواه بتعمل ساند ويف جواه، ده ريزونيتور. هو نفسه مش بيتحرك؟ لا. عشان كده على سبيل المثال يعني احنا بنتكلم على الكوارتز والريزونيتور ليه ليميت في الفريكونسي، لازم تصغر قوي الكات بتاعتك عشان تحصل على فريكونسي عالي. او تستخدم تكنيك زي البي ان ال وكده عشان تشتغل على الفريكونسي عالي. بس انا قصدي يعني قصدي لازم يبقى في برضه الحركه السكنيه اللي بره ازاي؟ استنى جويد موشن. وهو كويس كده؟ زي الساء والباء والحاجات دي كلها ريزونيت. في موشن لسه ما هي بتفايبريت اذا غلط، لكن مش جواها بتفايبريت، هي كلها على بعضها لكن هنا في جزء بيفايبريت، في فليكشن موشن، في حاجه بتتحرك. يعني حتى بديك مثلا اهو، يعني مثلا انت عندك ايه فيكس بي، فده بيتحرك، مش كله بيتحرك، يعني هنا في حاجه بتتحرك وحاجه ثابته، التاني كان كله بيتحرك. اوكي طبعا اللوسز دي بتعتمد برضه على المود، فايبريشن مود بتعتمد على التايب اوف انكرنج يوز. يعني مثلا على سبيل المثال الاستراكشر ده والاستراكشر ده ايه الفرق بينهم؟ دول بيتحركوا عكس بعض، فلما يبقى في موشن هنا تبقى عكس الموشن هنا، فبيحصل ايه؟ بيحصل فيه كانسل تو ايتش اذر، يبقى الاستريس عن الانكر بيقل، فده بيدي كواليتي فاكتور، ده بيدي كواليتي فاكتور اقل من سوري الكواليتي فاكتور هنا اعلى من النقطه دي، او اللوسز هنا بتبقى اقل من اللوسز لما يكون سنجل بي. بسمي الاستراكشر ده ليه اسم مشهور جدا، حاجه اسمها تيونينج فور استراكشر، زي الشوكه الرنانه. ان الشوكه الرنانه بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تو ليجز كده بيتحركوا بالشكل ده، يبقى ساعتها النقطه دي ثابته. ماشي؟ فده الاستراكشر ده بيبقى من افضل الاستراكشرز اللي موجوده. ضمنت ان هو في الفيس ما بينهم 100%، يعني ده لما بتحصل ده الموت بتكسر، ده احد الموت اللي ممكن تكسر. يعني ممكن برضو اللي هو ده ممكن يطلع ممكن لو هم اشتغلوا كده مع بعض. لا دكتور عشا مش فاهم يعني ايه لوس ستيب دي بقى؟ ليه؟ انت قلت ان هي كواليتي فاكتور اعلى عشان اللوس يزعل. ماشي. يعني ايه بقى؟ كل ما تقل اللوسز كل ما يجي ماشي فاهم بيزيد مع اللوس ستيب، بس هنا اللوس اللوسز هتقل، اللوسز بتاعت الانكر بتعتمد على الاستريس اللي عندك، كل ما يزيد الاستريس معناها كل ما تيجي فرصه، يعني كل ما انت عايز تحرك الانكر، يعني بالظبط كانك عندك نقطه هنا ثابته في الارض وانا بزق فيها، فكل ما زق هتلاقي ان ايه الانكر ممكن يستجيب ليا، وممكن يكسر الاستراكشر او يبقى يحصل فيه سمول موشن. صح؟ طيب لو انا بزق وانت قدامي بتزق احتماليه ان الجسم ده يتحرك قد ايه؟ تقريبا لا، ان لو احنا بنزق بنفس القوه واحنا عكس بعض يبقى مفيش من الحركه. هو اصلا دكتور معلش هو تعريف اللوسز ايه اصلا؟ يعني اللوسز في الانكر ايه؟ اللوسز في الانكر اللي هي ان يبقى فيه يعني تعريفه ليكج في فايبريشن انرجي، يعني الانرجي بتاعتك
جزء منها هيروح في السبورت، يعني هيبقى في كأن في حركة أو ستاندنج ويف في السبورت، والحركة دي ممكن تؤدي يعني كأنك بتمودريت أز سبرينج جامبر لوحده، لأنه بتتهز أو بيحاول إن هو يخلع من مكانه، بمعنى إن أنا زوق يعني إن هو عايز ينفصل، فعبال ما ينفصل كأن يبقى فيه كأن في حركة في الأنكر نفسه، فالأنكر ده بيبقى فيه بزق اللايرز أو حاجة زي كده فبيبقى عايز يتحرك. فدي لوزر بتؤدي النصف كانها نصف. هو المفروض اصلا الفرصة تروح فين؟ يعني لو مش نصف بقى يعني مثلا نصف بيزيد الفرصة انا بعملها تروح فين؟ المفروض النصف دي تحاول تمتص، عشان كده فكرة ال تيورينج فورك بتحاول تمتصها انك تنقلها من الناحية التانية، ان في الاخر انا بزق وانت بتزق بس ايه في الاخر النصف في الانكر ثابت، ما في الانكر ما بيتحركش. يعني ايه ببساطه كان بيقول ايه النص دي نتيجه الانكر عايز يفك من مكانه. اللي هي المنطقه اللي ما بين التو بارل بليتس دي، ما دي عايز تطلع تنزل وكمبريسيف ستريس، ما دي عايز تطلع دي عايز تنزل، ده عايز تنزل ما دي يرجعه عايز كومبريسيف، ما ده برضه ما ده نص دي لوسز. ماشي دي بس دي لو الحركه دي انتنس بوز بس مقارنة بال اللي هي الانكل نصص دي قليلة؟ على حسب هي بالك ولا طبعا لما بالك ماتيريال مفيش انكل نصص، بس عادة يعني لما في حاجة بتتحرك الالتيميت كواليتي فاكتور بتبقى عند الانتنس. حاجة زي كده مثلا على سبيل المثال لو هي تورشنال موشن، فتورشنال موشن هتلاقي النقطة اللي في النص ما فيهاش فرصة تقريبا. واحدة كده واحدة كده، فبالتالي ايه بنسميها دي النودل بوينت. فلما انا بثبت عند النودل بوينت النص بتقل. فطريقة الانكرنج بتاعتنا تفرق في النص دي. الموديل بتاع الموضوع ده مش سهل ومش مش يعني داخل فيه قوي عشان ايه نعمل له سمو او نعمل له موديل، بس احنا محتاجين نعرف ان هو بيبقى دوميننت في منطقه معينه زي ما نتكلم. في اي سؤال في الحته دي؟ النوع الثالث اللي احنا هنتكلم عنه حاجه اسمها الفلويد دامج لوسز، وهو في الحقيقه من انواع المهمه بالذات لما بنشتغل في اتموسفيريك كونديشن. لو احنا بصينا على الكواليتي فاكتور هذا فانكشن في البريشر الاتموسفيريك بريشر، هنلاقي على الفيري لو بريشر هتلاقي الدوميننت عندنا المنطقه اللي هي بيسموها الانترنسنج ريجيم او الانترنسنج لوسز اللي هي اول نوع اتكلمنا عنه. لما بنتكلم بريشر يعلى يبقى المور دوميننت حاجه اسمها الفلويد دامبنج، ان انا بتحرك فبالتالي ايه بحس بالهواء بيحصل فيه دم نتيجه الحركه دي او اي فلويد تاني. فاللوسز دي بتبقى مور دوميننت، وفي الحقيقه بتبقى مور سيجنفيكانت بالذات كل ما هي اقل الدايمنشن بتاعتها. يعني لما ابقى هنا يعني المسافه كده والحركه ده مش هفرق تفرق قوي، لكن لو انا قربت ده هتلاقي ان انت مور دوميننت عن ان هي تكون في الهواء بتاعك. مش اللي شغال فيها مش الكونديشن، كل ما البريشر يبقى الفلويد دامبنج هي هو دول. تقول ان الكواليتي فاكتور بتقل هي طبعا ملهاش دعوه، يعني ملهاش دعوه بالبريشر، بس هو في الحقيقه ان الكيرف ده ممكن فاميلي اوف كيرفز لو انت عايز تعرف. يعني كل ما يعني لو انت عايز هتاخد خط فيرتيكال كده، كل ما حاجه اسمها مين فري باس اللي هي اللمضه دي
تبقى comparable لل dimension بتاع الحركة أو characteristic، تلاقي إن إيه more dominant بيبقى الفلويد أوي. هو في الحقيقة اسمه misleading، يعني قصة لندن مع characteristic دي misleading، بس قصة البريشر دي ملهاش يعني حاجة عامة، يعني كل ما تزيد البريشر لو في حركة هتبقى more dominant الفلويد أوي. الفريكونسي اللي انت بتعملها بتعتمد على البريشر، الحاجات دي كلها بتعتمد. لاندا دي اللي هي المين فري باث بتاعت الاتومز، الدي سي اللي هي كاركترستيك دايمنشن، هنتكلم عنها قدام شويه. طيب عشان نتكلم بس عايزين ايه نسيت اب ستيج، يعني نراجع على حاجه البريشر اللي بنسميه اصعب اغلس الحاجات في اليونتس البريشر يونتس، بسبب ان كل ليها ديفرنت يونتس، واليونتس دي بتختلف على حسب الريجن او الفيلد اللي انت شغال فيه. فحبيت ان انا اجمع الكلام ده عشان يبقى موضوع ثابت عن الناس. لو بتتكلم على الاس اي يونتس هي الباسكال اللي هي نيوتن بير ميتر سكوير، في حاجه اسمها البار، اسمها توب، حاجة اسمها البي اس اي او اللي هي بريشر، هي اختصار كده بريسكوير انش، تمام، اللوبل او الباوند سكوير انش. الواحد ملي بار بيساوي 100 باسكال، اصغر يونت هي الباسكال في الحقيقة. الواحد ملي بار بيساوي 100 باسكال، ال1 ملي بار بيساوي 0.75 توب، ال1 توب بيساوي 130 باسكال، الوان بي ساي بيساوي تقريبا 6994 مثلا. طيب خلاص يا شباب، في حاجة تانية محتاجين نسميها اللي هي حاجة اسمها المين فري باث. ده الباث اللي انا محتاجه بين تو اتومز قبل ما يحصل لهم كوليجن، تمام. الفاليو بتاعت اللامدا دي بتعتمد فانكشن في حاجات كتير، حاجه اسمها نمبر اوف اتومز اللي هي افوجادرو نمبر، في حاجه اسمها اليونيفرسال جاس كونستانت اللي هي الار، في حاجه بتعتمد على التمبريتشر والبريشر. اوكي، فا اكوردنج للبريشر كل ما البريشر يزيد كل ما ايه المين فري باس يحصل له ايه؟ يقل. اوكي؟ هو ايه طيب؟ يعني ايه المحتاجه من السكيلات؟ طبعا بتعتبر على المناعه اللي انا بقابلها. انت لما انا عايز امشي في طريق كل ما تزيد عربيات كل ما يحصل ايه؟ لازم تعمل غرز اكتر. ماشي؟ فهتاخد منك وقت او تقف اكتر. ايه؟ او المسافه نفسها بالظبط. فانت كل ما تزيد المسافات كل ما تقل الفريكونسي بتاعت العربيات دي كل ما سرعتك هتبقى اعلى، او تتحرك من غير ما توقف او تعمل مناوره بتقل. فاللندا تزيد، يعني انت هتمشي في اللين بتاعتك، اعتبر انت ماشي في اللين، فاللين بتاعتك دي هتمشي لغايه ما تلاقي عربيه قدامك هتخبط فيها اوبشن، او ان انت ايه تحول. ف كان فريكونسي اوف كوليجن او فريكونسي اوف ايه مانيبيوليشن، لو انت عايز يعني مثلا لو يعني زي مثال انا عندي زحمه كم كده بتقل من الافكت كده، كل يعني كل ما البريشر يزيد واللمبه تقل كل ما الدم بيكون نور ان هو يبقى كل ما البشر يزيد اللمبه تقل، اللمبه تقل الفلويد الدم بيبقى هو الدوم اكتر، الفلويد الدم هو
لما بزود تمبريتشر هتلاقي ان الاتومز بتبعد عن بعض اكتر، وبالتالي احتماليه ان هي تمشي من الجنب هيحصل في كوليجن كتير. في رقم تاني مهم، حاجه اسمها نيتسل نمبر، او اللي هو رقم بيعبر على الميديم بتاعه. في حاجه اسمها كونتينيوم ريجن. ايه كونتينيوم ريجن؟ ان الفلويد يتحرك وهو فلويد از جروب وورد مع بعض، يتحرك مع بعض. لو هو حصل ان خرجنا من الميديم من الريجن ده، ممكن نخش حاجه اسمها ترانزيشن ريجن او مولكيولار ريجن. ساعتها لما نيجي نتعامل مع الفلويد داينامكس بتختلف. ان الفلويد داينامكس بتاعتنا دي طريقه، يعني الموديل بتاعها is one of the most difficult modeling problems، ان انت تمودل الفلويد دايناميك فعلا، فلازم تعمل ابروكسيميشن. فاحنا عايزين نحدد الفاليديتي بتاعت الريجن في ابروكسيميشن. فالميتس النمبر ده بيفيدني في الموضوع، اللي بيحدد لي انا شغال في الريجن، هل اشتغل كونتينيوم ريجن والريجن كله شغال مع بعض، ولا الريجن ده تلاقي ان هو ايه دخلنا في الميديكال ريجن، يبقى محتاجين طرق مودلنج. موست الميمز ديفايسز هتلاقيه ان هو شغال في الريجن اللي في النص، اللي هي لما الكين تروح من بوينت 1 ل 10. الكين عباره عن ايه؟ لندا على دي سي، حيث اللندا ده اللي هو مين في باص. الدي سي اللي هي كاركترستيك ديستنس، اللي هي اصغر دايمنشن موجود عندنا. هو الميكرو ده بتاعنا على مستوى اللي هو الميكرو كله الترانزيشن ده بنعمل حاجه ازاي ان مودل الترانزيشن بناخد الايفكت بتاعه ونتعامل كونتنت. هقول لك ازاي ناخد الايفكت بتاعه. يعني هو مثلا الميكرو ريجن ده مثلا ليه؟ النمس الميكرو ريجن ده، الميكرو ريجن ده في النمس ممكن. لو احنا عايزين ندي معادلات او ندي استيميشن للفاليوز دي، الحقيقه دي مشكله صعبه، مش مشكله سهله ان انا اعمل جنرالايزد موديل كده، ولا انا اقول ان في عندي حاجه اسمها بيم ايكويشن، في حاجه اسمها رينولد ايكويشن. فيلد الايكويشن دي بتبقى ايه؟ حاجه كده طويله كده. فلازم نعمل ابروكسيميشن او نعمل ايه مودلز على حسب انا شغال في انهي ليفل. فبالتالي الموضوع لازم ايه اعمل له كلاسترايزيشن، يعني كل ريجن اوبريشن معينه از فاليد، او كل معادله از فاليد فور سيرتن كونديشن. لو الكونديشن دي اختلفت، لا يبقى لازم ايه ندرسها بطريقه ثانيه. طبعا غير كده ان احنا عندنا ديفرنت تايبس فلو، يعني عندنا حاجه اسمها تيربلنت فلو، في حاجه اسمها لامينر فلو، دي قصه ثانيه. تمام، احنا عندنا لحد كبير بنفرض ان احنا لامينر فلو، لكن لو بنتكلم على الموديلنج بتاعه الاير داينامكس بتاعتنا، الموضوع ده مش لامينر خالص، ممكن تبقى انا عارف البرنس هم الاكشن بتاعه ايه؟ انا عارف البرنس كان ايه فاكر؟ يعني عامل فاكتشينج ماشي، لو ما عملتوش لا في حاجات ما تبقاش كده، ما تبقاش فاكر. في سنسورز معموله قد ايه؟ هو مش معظم السنسور ما بتبقاش بالضروره باكيوم. خلي بالك في فرق بين الحاجتين. في حاجه اسمها هيرماتيك سيل. هيرماتيك سيل دي معناها يو مينتين ذا سيم بريشر اند سيم تمبريتشر، لكن ما ممكن ما يبقاش باكيوم. باكيوم معناه ان انت فضيت البريشر وانت شغال. الهيرماتيك سيل ممكن ما يبقاش باكيوم، لكن الفاكيوم سيل لازم يكون هيرماتيك. واضحة النقطة دي ولا لا؟ اسمها ايه تاني؟ هرماتيك. 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 الهرماتيك سيل ممكن ما يبقاش فاكيوم. لكن الفاكيوم سيل عشان يفضل فاكيوم لازم يمنتين البريشر ليفل. فالفاكيوم سيل لازم يكون هرماتيك. واضحة النقطة دي ولا لا؟ هو سيل. هل انا اصلا عايز اخليه فاكيوم اللي هو ما بعرفش اجيبه؟
بتاعتك. طبعا كويس ان انت تخليه المجال، لكن عايزه فاكيوم ولا على حسب الاوبريشن اللي احنا قلنا عليه. لو انت بتشغل اكسلومتر لا مش كويس تشغله فاكيوم. مش كويس؟ مش كويس. مثلا جيروسكوب لا لازم تبقى خليه فاكيوم. بقول لك على حسب الديفايس والابلكيشن بتاعتك، مفيش حاجه جنرال. اوكي؟ طيب فعشان كده هنعمل ايه؟ وتراي تو ديفلوب ديفرنت سيمبل مودلز تعتمد على حسب الشكل الاستراكشر بتاعي وشكل طريقه الاوبريشن. لو الاوبريشن اختلف او الاستراكشر اختلف، الاوبريشن يعني شكل الحركه يعني اختلف، يبقى محتاج ان انا احط موديل اخر. اوكي؟ واضحه النقطه دي ولا لا؟ من اشهر اسباب الفلويد دامبنج حاجه اسمها سكويز فيلم دامبنج. في الحقيقه هي من اصعب انواع دامبنج بروبلمز في المودلز. سكويز فيلم، ايه السكويز فيلم دامبنج؟ تخيل ان انا عندي الاستراكشر بتاعي عادي دي لير ودي لير وانا قاعد اعمل كده. طيب هي طبعا هتبان اكتر لما تكون في ميه مثلا، فكانك بتعمل ايه؟ سكويز الميه كده. لما تعمل سكويزنج للميه دي هتلاقي في عندك كذا ظاهره بتحصل. اول حاجه الميه بتقاومك صح؟ فبيحصل في لصق. تاني حاجه ان الايه؟ كانك عامل زي كان الميه دي كانها سبرينج. فكانها ايه؟ زي اليويو كده. فانت قاعد بتضغطها فتلاقي ان الانرجي لما بتضغط وبعد كده ترجع تلاقي ايه؟ الانرجي بيحصل لها ستورج فيه. فالسكويز فيلم دامبنج عموما عبارة عن جزئين، جزء ممكن يكون لوسز وجزء يبقى ستيفنس. ده غير كده حاجة تانية ان ممكن وانت بتتحرك بعض الليكويد بيلزق في الايه؟ في الموفينج في الايه؟ في الموفينج ماس، فبالتالي يبقى ليه تأثير كإنرشال ماس. يعني ممكن يأثر على الايكوفلنت او الافكتيف إنرشال ماس بتاعك. كل واحدة من دول على حسب انا شغال في انهي ليفل. لو انا الفريكونسي واطي قوي فاتس مور لايك ايه؟ نص. لما ازود الفريكونسي جامد قوي هتبقى السبرينج افكت يبتدي يظهر عندي. الماس ده بيبقى قصة تانية مش هنخش فيها، على حاجة حاجة اسمها الرينولد نمبر. فانا اهملها في الوقت الحالي. الموضوع معلش انا عارف ان هو صعب بس انا بحاول اديكم فكره ان الموضوع صعب. يعني اكسترا فاست ممكن تقول كده. ما يحصل فيه شيفت كمان مش هيحصل شيفت في فاندمنتال فريكونسي نتيجة الكي ونتيجة الليبر. لو الفلويد ايه؟ هي بقى الفلويد ده بيفرق في ايه؟ الفيسكوستي بتاعك. الاير غير الميه غير الايثانول غير الحاجات دي. يعني هي ازاي اشوفها مع الميه؟ يعني انت لما تشيل البتاع ده يعني تاخد البليت ده وبعد تشيله من الميه خالص تلاقي في نقط ميه معاك. تمام؟ في اديس فورس فهي نتيجه كده يعني. ليه دعوه طبعا ليه دعوه بالفيسكوستي يعني ليه فانكشن في الفيسكوستي طبعا. في حاجه اسمها نيجي دلوقتي اسمها ايه؟ حاجه اسمها سكويز نمبر. حسب السكويز نمبر بتاعك. ممكن اعرف يعني فاحنا ايه في الحاله الاولانيه اللي عندنا حاجه اسمها سي جاز
اللي هي لوس نتيجه الجاز او الفلويد ده. في الحاله الثانيه هيبقى في سي لوسز وكي سبرينج كونستنت. في الحاله الثالثه هيبقى في ام كمان. طيب احنا كنا قلنا ان في حاجه اسمها كونتينيوم ريجن، حاجه اسمها ترانزيشن ريجن. طيب وقلنا ان الميم شغاله معظمها في ترانزيشن ريجن. طب ناخد الايفكت بتاعنا ده ازاي؟ يبقى في حاجه اسمها افكتيف فيسكوستي. افكتيف فيسكوستي هي الفيسكوستي بس في امبيريكال ايكويشن كده فانكشن في ايه؟ في نفس النمبر. نفس النمبر. النقطة اللي أنا عايز أوضحها لك إن مفيش سيميليتر بيعمل الكلام ليه؟ معظم السيميليترز بتعتبر إن الفيسكوس ما بتتغيرش مع البريشر. فدي المشكلة. هما ما بيعتبروش إحنا هنعتبروش السيميليتر بيفهم كل حاجة. الايفكت فيسكوستي بقى لما نستخدمها هتحط في ايكويشن. شايفين الايكويشن ظريف ازاي؟ في حاجات كده غريبه كده فيها. في حاجه اسمها السي، بس السي ثانيه غير السي جاز يعني، اللي هي ريشيو بين الدبل ان. في حاجه اسمها سكويز نمبر، ده يعتمد على حسب نسبه الميو افكتيف للبريشر حسب البريشر بتاعنا. الايكويشن دي فيها سبمشن. يعني ايه سبمشن؟ دي انفاينايت سيريز على حسب الام وان. الام وان بتاخد ايه نمبرز يعني 1 3 5، فممكن تاخد فيرست اوردر ابروكسيميشن لواحد او تطلع للثالث وكده. واضحه ولا لا؟ طبعا الايكويشن كومبليكيتد قوي فممكن ليها بعض الايه ابروكسيميشن. لو حصل ان احنا السكويز نمبر ده بدا يبقى صغير قوي والسي ريشيو بتاع الدبليو ال لوحده، يعني لو هنتكلم على سكوير بيت هتلاقي ان احنا عندنا لوسز السي جاز بتبقى تتناسب مع دي كيوب. ده اللي انا عايز دي النتيجه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها. والكي جاز هتلاقي برضه تعتمد على حسب الاوميجا. كل ما زود الاوميجا كل ما الايفكت سبرينج هيزيد. ماشي. المعادلتين دول فيهم حاجتين مهمين. الدي هنا ايه هي؟ هي الجاب ثيكنس. دي هي الجاب ثيكنس. والاوميجا دي الفريكونسي اوف ريشن. فنلاقي ان في سيجنفيكانس كبير جدا للثيكنس بتاع الجاب. عشان كده نلاقي ان الميمز ستراكشر دايما الكواليتي فاكتور بتاعته واطيه قوي، بالذات زي حاجه زي البارل بليت. ان نتيجه ان تتناسب بالدرجه الكيوبيك ديجري مع الجاب. عشان كده مهم جدا. سبب تاني مهم ان انا اعمل ريليز هولز. ان الريليز هولز بالاضافه ان هي بتفيدني اثناء الريليز بتقلل لي الدم بشده. ايه؟ ليه عشان ايه بس مش قوي يعني، مش يعني ما تفكرش ان بقت حاجه غلط يعني. ليها مود تاني ان الايه بتقل. بنفس بدل ما بتعمل كده بقى في تنفيس يعني. ايه؟ لا دي الاوبريشن فكره. فطبعا ده اتس نون لينير تيرم. كي تتابع فريكونس. سوري مش نون لينير. نون لينير مع فريكونس. اوكي؟ طيب في موديل تاني اللي هو اللي بنسميه لاترال دامج او بنسميه اسم تاني اسمه ايه؟ كوتي دامج. لما اكون بتحرك لاترال بالشكل ده. طبعا المعادله هنا تختلف
ويبقى ساعتها الدامبنج بيتناسب مع انفرسلي مع الديستنس. بدل ما كان كيوبيك انفرسلي مع كيوبيك الديستنس بقت ايه انفرسلي مع الديستنس، فالنص بتبقى اقل في الشده. طبعا الاسامشن بتاعنا ان احنا نفترض ان البوسز نتيجه تحت بس مش نتيجه الاير اللي فوق او الاير اللي في السايد، يعني نتيجه البوتم بيت بس ده البيت ده. في الحقيقه بقى ان لو انا عايز اجيب الفلويد دامبنج الموضوع فيه افكتس اخرى لازم ادخلها مع بعض، فيه افكت بتاع ريليز هولز. يعني ريليز هولز دي ليها افكت، يعني هل اخد الاريا بس بتاعت المكان الموجود ولا لا؟ وهل لو عملت مثلا فورم كبير كده ولا مجموعه فورم صغيره؟ في فرق طبعا. وهل الثيكنس بتاعت البليت بتاعتي قد ايه؟ يعني تخيل ان الهواء لما يكون ورقه مخرمه خروم وبين بنش او حاجه ضخمه ومخرمه خروم، هل نفس المفروض يبقى الدمج هو هو؟ لا، في طبعا لما تكون الحاجه رفيعه قوي الدمج اقل من هي تكون تخينه. فالافكتس دي كلها كان بي موديل، وممكن في الاخر ان انا اعمل كومباينيشن منها. طبعا الموضوع مش سهل، ولكن ايه ممكن اجيب بعض الاستيميشن. الفلويد دامج لغايه دلوقتي وان اوف ذا توبكس اللي هي فيها بعض الريسيرش او فيها سيشن ازاي تو موديل اتس نوت ان ايزي تاسك، بس انا مدي اهنت عنها في الايه في الكورس. ماشي، طبعا خلي بالك برضو حاجه مهمه جدا ان الاستراكشر ولا هي تتحرك كده بس ولا هي تتحرك كده بس. يعني لو عندك كوم فينجر، الكوم فينجر ايه بيتحرك كده، فالحته اللي تحت بتتحرك ايه بودي دامج او لاترال موشن، لكن الفينجر في الفينجر يعني بيعمل سكويز فيلم الحته اللي هي دي هو دي في سكويز فيلم بيحصل، فانت محتاج تجمع الدم المختلف. اوكي، عشان كده دايما لما بيبقى فيه عايزين نقلل الدمبنج ذا فيرست دايركشن تشتغل في الفاكيوم او تقلل البريشر. واضحه؟ جود ريفرنس الموضوع ده كنا اتكلمنا على كتاب اسمه براكتيكال هيمز، في شابتر عن الدمبنج هتلاقي بيتكلم على الحالتين الاخرتين اللي احنا ما اتكلمناش عنهم، اللي هيكون في عندي ريليز بولد ولما يكون عندي ريليز بولدز ويز فاينايت ثينجز ممكن نتعرض ليها في السكشن في مساله اخرى. تمام، طبعا كان في حد عايز نعمل اكزامبل على الكلام ده المره الجايه، اول محاضره هنتكلم ندي اكزامبل على الدمبنج. Okay.